كارير ديما مع سليم بوصفارة. كيف دخلت لدارنا الجديدة كنت نتمنى يخرج لي شو اسمه متاع الكاميرا كاشية ذيك روف كوكا ويقول لي شاركت معانا في الكاميرا الخافية خليوه في هالكوشمار. يا إلهي وين كنا وين صبحنا؟ وين دارنا الكبيرة وجنينتها؟ دار بالجنان والعساس وزوز معينات. توا فهمت معنى الجملة بوك طاح من السلوم. كيف كلمتني أمي باش تقول لي روح نهائيا لتونس. بابا طاح من بلاصة أعلى من السلوم وغرق غرقة هي بيدها. آه يا دنيا قدكش دوارة. أنا حنين وما نحبش نعبر ونوجع. شد دمعتي بالسيف قدام بابا، ما نحبش نحس ولي انا مصدوم الى ابعد حدود. قعدنا على طاولة الفطور وانا كل ما لا نبلع ونغص، الفطور مقرونة كذابة، ناكل ونعدي بالماء. غزر لي بابا وقال لي ولدي هيك تشوف الامور تبدلت، وزيد باش ندخلوا في التفاصيل، والخير والدلال متاع قبل مشي على روحه، توا باش تعمل على روحك. انساني انا تهديت، وكان فما واحد باش يقفل العائلة هذه راهو انت. اخر حاجة باش نعاونك بها خديمة دبرت هيلك في شركة عمك الطيب، نهار الاثنين الثمانية عندك رونديفو مع مديرة الموارد البشرية. ما تسألنيش شركة شنوة وشنوة تصنع، ولا نعرفك انت شنوة باش تخدم. عمك الطيب باش يعمل مزية ونحبك في المستوى ويكون في علمك. قلت له حاسبني بجلده كله قلبه، احسبه مش ولدي. الأحداث كانت متسارعة ومش فاهم لوين نقبل. مروحة ديفينيتيف من الخارج، حومة جديدة في قمة الخيوبية اسمها حي الأنوار، دار تعيسة كلها ميزيريا، وليناش نكورو في ديفيزيون الفقر. وزيد آخر حاجة شنو اللي نخدم؟ خدمة ما عندي عليها حتى ربع فكرة. تعرفش كيفاش وليت اللي يقولوهولي نجاوب الله يبارك. وكيما قالولي نهار الاثنين صبح في شركة طونطون طيب عند مديرة الموارد البشرية، وكان كذلك، وكان لقاء في غاية الروعة. مديرة الموارد البشرية متاع شركة طونطون طيب استقبلتني 8 متاع الصباح ببرود يشبه صقع الليالي في الأوروب. بالسيف تكلمت وقالت لي تبعني البيروية، وهي تمشي وانا وراها. مرات تخوف طويلة تسقف معصرة، غلطت وثبت في سقيها، تلبس بالمرتاح 44 وسوابعها خارجين من هيك الصندال، شعرها مشبش بتقول كانت في عركة، عندها شوية حول في عينيها لا تفهمها تغزر لك لا سير حتخمم في همومها. قعدت على كرسي بيروها وقالت لي تفضل. ما فهمت شنو تقصد بتفضل، زعما شنو نشربك؟ الحقيقة قعدت ساكت وقعدنا نغزروا لبعضنا. أنا نتبهنس نحاول نتبسم لها وهي تتسومم تقول لفعة تحضر في لدغة. بعد كلمت بنبرة حادة مكش ناوي تبدأ تحكي على روحك؟ حكيت لها على باركوري اللي كله فشل وهي تدلوح في راسها. سألتني شنو اللي جابك باش تخدم هنا؟ قلت لها بكل صراحة والله ما عندي حتى فكرة شنو انتوما تعملوا وشنو باش تخدموني. اللي نعرفه هذه شريك طونطون الطيب. شدت راسها وعملت نفخة متعثور وهزت التليفون تقول انتي بعدت ولا نقصت في صوتها ابدا. سي طيب اللي بعثتهولي ما عندي وين نحطه وما عنده ما يزيدنا. كيف جاوبها سمعته ايش قال بالحرف، بحكم عندي وذن تسمع وتكبتي كل حاجة ما تصلحش. سعاد تصرف شوف القالو بلاصة وحاسبني بجلده. اذن ميساج بابا وصل، وصل حرفيا لسعاد اللي صرحت بالحكم بالوقت. سعاد اللي هي الحاكم والجلاد قالت لي ما عندي من خدمك، ايه ما باش نعطيك فرصة تحلم بها باش تعمل عنا ستاج 6 أشهر، كل شهر باش نحطك في بلاصة، كل مرة سيرفيس تسمع الكلام واللي يقولوه لك المسؤولين تعملوا الخدمة من 8 للـ6 باش نخلصوك 250 دينار كاملين من حتى ربص. رد بالك هندام محترم ولحية ديما محجمة. ختمتها بغضوة تبدأ معانا وعطتني ليستة أوراق يلزمني نجيبهم، وكان كذلك. ومنه غضوة بدأت رحلتي في شركة الطيب، وكانت بداية ستاج الوحش. كارير ديما مع سليم بوصفارة.